أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11. هذا هو الأسبوع 14. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامكم على الشاشة، الأردن أثناء الحملات الفرنجية. سندرس أولاً مرحلة السيطرة الفرنجية على الأردن. هنا تعرضت بلاد الشام في أواخر القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي إلى حملات فرنجية شرسة عدة. استطاعت تلك الحملات احتلال القدس عام 1099 للميلاد وتأسيس مملكة بيت المقدس، مستغلة حالة الضعف والصراع السياسي في العالم العربي والإسلامي. وقد أدرك الفرنجة أهمية الأردن الاستراتيجية والاقتصادية لكونهما الخط الدفاعي لمملكتهم في بيت المقدس ضد غارات القبائل العربية المجاورة، لذلك سيطروا عليها وأسسوا فيها قلاعا حصينة عدة. واستمرت الحملات الفرنجية مدة قرنين من الزمن. هنا، ما هي الحملات الفرنجية؟ هي مجموعة من الحملات والحروب التي قام بها الفرنجة في الفترة ما بين 1096 إلى 1291 للسيطرة على بلاد الشام ومصر. أيضاً سنتطرق إلى القلاع في الأردن زمن سيطرة الفرنجة. قلعة الشوبك هنا بنيت لتقوية الوجود العسكري الفرنجي في الأردن، السيطرة على الطرق التجارية التي تربط مصر ببلاد الشام وشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر بالمشرق، تأمين الحدود الشرقية للدولة الفرنجية من خطر هجمات الممالك الإسلام. بعد ذلك قلعة العقبة، هنا كان الهدف منها السيطرة على الطرق التجارية المارة بالبحر الأحمر. الكرك، السيطرة على المنطقة بأكملها لأنها تقع على الطريق بين مصر وبلاد الشام، واستغلال ثروات المنطقة الزراعية خاصة القمح. أما قلعة عجلون فهنا كان لها الأثر الكبير في مراقبة حركة الفرنجة في القدس وجعلها قاعدة للحملات العسكرية ضد الفرنجة. أيضا المحافظة على طرق المواصلات مع دمشق وشمال بلاد الشام. بعد ذلك سنتطرق إلى مرحلة التحرر من الفرنجة. طبعا هنا حاول السلاجقة في دمشق والفاطميون في القاهرة استرداد الأردن مرات عديدة، محاولاتهم لم تنجح. جاءت اليقظة العربية الإسلامية التي حمل لواءها عماد الدين زنكي وابنه نور الدين زنكي الذي قرر تحرير قلعة الكرك من الفرنجة. هنا خرج في نيسان عام 1169 على رأس جيش كبير من درع قاصدا الكرك، حتى وصل إلى البلقاء. خيم في عمان أياما عدة، وصل السير إلى الكرك مرورا بحسبان ووادي الوالة شمال ذبيان ثم الربة، وحاصر القلعة ودار بين الطرفين قتال شديد، إذ جمع الفرنجة قواتهم التي جاءت لنجدة الكرك، وانسحبت قوات نور الدين إلى حوران من دون تحقيق نتيجة، على الرغم من مساندة سكان الأردن وأمراء بني ربيعة لجيش نور الدين الذي تمكن من ضم دمشق إلى دولته ليضيع على الفرنجة فرصة احتلالها. ثم تسلم الراية من بعدهما صلاح الدين الأيوبي الذي سعى لتحرير المنطقة من سيطرة الفرنجة. كان الفرنجة يتعرضون لقوافل التجار والحجاج وهم في طريقهم إلى مكة. دفع ذلك صلاح الدين الأيوبي للقيام بحملات عدة لتحرير الأردن، وقد نجح في طرد الفرنجة ومكنه من السيطرة على وادي عربة وخليج العقبة وقلعة الشوبك، فأصبح الطريق بين مصر بلاد الشام سالكا. بعد ذلك سنتطرق إلى الأردن في العصرين الأيوبي والمملوكي. العصر الأيوبي هنا
متابعة تباعا بعد تحرير الأردن عن يد صلاح الدين الأيوبي، سلم إمارة الكرك لأخيه الملك العادل نظرا لأهميتها. شملت مملكة الكرك آنذاك الكرك، الشوبك، البلقاء، السلط، وثم توسعت بعد ذلك لتشمل دمشق وأجزاء من فلسطين وسيناء. بعد ذلك سنتعرف إلى أهم مظاهر الأيوبيين بالكرك. هنا نظرا لأن الكرك موقعها مهم، فهي حلقة وصل بين مصر وبلاد الشام، أيضا خصوبة أراضيها. هذا هو سبب الاهتمام بالكرك خصوصا. بعد ذلك سننتقل إلى عوامل انهيار مملكة الكرك الأيوبية. إجراء الملك الأيوبي المغيث عمر ملك الكرك اتصالات مع التتار. رغبة الظاهر بيبرز في إقامة دولة مملوكية قوية في مصر وبلاد الشام، وذلك بضم ممتلكات الأيوبيين ومن ضمنها الكرك. طموح الملك المغيث لاستعادة ملك الأيوبيين في مصر، ووجود العديد من المؤيدين له في تلك الصفوف. استطاع المماليك القضاء على مملكة الكرك الأيوبية عام 1262 للميلاد. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله في الأسبوع الأخير من الفصل الأول. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.